بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال العبيطي رحمه الله في نظم الورقات: باب الأمر وحد الاستدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بدأنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي بدراسة نظم الورقات، وذكرنا سبب الدراسة، فائدة هذا العلم، دراسة النظم بعد النثر، ذكرنا تعريف هذا العلم والأقسام في هذا الكتاب. قلنا ثلاثة أقسام: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، القسم الأول، كيفية الاستفادة منها، هذا القسم الثاني، وحال المستفيد هو القسم الثالث. أيضا ذكرنا ما يتعلق بالأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية. أيضا ذكرنا العلم والظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب. ذكرنا أقسام الكلام، قلنا الكلام ينقسم من حيث التركيب ومن حيث إمكان وصفه بالصدق وعدم إلى خبر وإنشاء ومن حيث الاستعمال، وفصلنا في الكلام في المجاز. المؤلف رحمه الله تعالى الآن بدأ يتكلم عن الأوامر والنواهي. نعم، تعيد. نعم، قال رحمه الله تعالى: وحد استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب. نعم، الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول، إخوانا خليكم معي، اتركوا الكتاب، مكتوب في الأصول من علم الأصول أو في الشرح، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قول خرج بهذا الإشارة والكتاب. يعني لو أقول لهذا الأخ هكذا يعني أسكت، هذا عند الأصوليين ليس بأمر، أو أكتب له أسكت هذا أمر، لكن عند الأصوليين ليس بأمر. قول يتضمن طلب الفعل، خرج بهذا القول الذي يتضمن طلب الكف والترك، فهذا ليس بأمر. على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس، يعني لابد يكون من أعلى إلى أدنى، إذا كان من أعلى إلى أدنى هذا أمر، ومن أدنى إلى أعلى هذا دعاء، ولابد نتأدب. لا يمكن أن يقول العبد عندما يقول اللهم اغفر لي يقول هذا أمر، ما يمكن، تقول هذا دعاء. ومن مساوي إلى مساوي هذا يسمى التماس، مفهوم؟ إذا من أعلى إلى أدنى هذا أمر. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من أدنى إلى أعلى دعاء، تقول اللهم اغفر لي وارحمني. ومن مساوي إلى مساوي هذا يسمى التماس. قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم، قال رحمه الله: بالصيغة افعل فالوجوب حقق حيث قرينة انتفت وأطلق. نعم، صيغ الوجوب، أي صيغة من هذه الصيغ الأربع تجدها في دليل من أدلة الكتاب والسنة، هذا يدل على أن هذا الدليل يدل على الوجوب، على 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 أنه أمر. الأول فعل الأمر، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الثاني اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، حي على الصلاة يعني أقبلوا. الثالث الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي ضربوا رقابهم. إذن عندنا صيغ أربعة: فعل الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر، هذه صيغ أربعة. لكن قد يستفاد الأمر من غير هذه الصيغ الأربعة، مثل أن يوصف أنه واجب وحتم وحق وفريضة وفرض، يمدح فاعله يذم تاركه، يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، أو يوصف بأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين، من الصالحين، أو يذم فاعله بأنه من المشركين تاركه، يذم تاركه بأنه من المشركين من المنافقين، مفهوم؟ إذن قد يستفاد الأمر من غير هذه الصيغ، مفهوم؟ إذن الصيغ عندنا أربعة، لكن قد يستفاد من غير هذه الصيغ الأربعة، مفهوم؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: حقا على المتقين، حقا على المتقين، حقا على المتقين في الوصية، حقا هذا دليل على الوجوب، على المتقين دليل على الوجوب كذلك على الأمر. لماذا؟ تسأل أي إنسان: تريد أن تكون من المتقين؟ يقول نعم. إذن امتثل لأمر الله، مفهوم؟ نعم. الآن يبقى معنا إذا جاء الأمر في الكتاب والسنة، إذا جاء الأمر أخذنا ما هو الأمر أو يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وأخذنا صيغ الأمر، وقد استفاد الأمر من غير هذه الصيغ الأربعة. إذا جاءك أمر في كتاب والسنة، إيش تصنع؟ ماذا تصنع؟ قال: الأمر يدل على الوجوب، تعلم أن هذا أمر واجب عليك، ويدل على الفورية، تصنع الآن ما تؤخر، مفهوم؟ نعم. إذن الأمر يدل على الوجوب والفورية، يدل على الوجوب. قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مفهوم؟ تمام. ويدل على الفورية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولأن الإنسان قد يؤخر ويحصل له مرض، موت، صح؟ تتراكم عليه الواجبات. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه حزم، كان عليه الصلاة والسلام يبادر عندما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش. هذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر. بال أعرابي في المسجد، مجرد ما بال وانتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر المكان، حزم، لأنه قد ينسى. أنت تعرف بعض الناس يعني مثلا يأتي على ثوبه نجاسة، يؤخر، ثم بعد هذا قد يصلي بالنجاسة هذه وهو لا يدري. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحزم، ولأن التأخير له آفات، واقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وكثير ما يسأل العلماء عن ماذا؟ عندما يأتي شهر رمضان، النساء: علي صيام رمضان الماضي ولم أصم، صحيح؟ أي نعم. إذن الأمر يدل على الوجوب والفورية، لكن قد يخرج عن هذا، لكن يخرج لابد بدليل، يخرج من الوجوب إلى الاستحباب. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا، أمر إذا تبايعتم. إذن يجب على كل من باع واشترى أن يشهد. قال: لكن هذا الأمر صرفناه من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، مفهوم؟ طيب، إذن قد يخرج من الوجوب إلى الاستحباب، نعم. وقد يخرج
إلى التهديد. يقول الأب يعطي الولد مال، بالخذ دينار واشتري لنا خبز تمام وضيع الباقي. ايش يقول له؟ ضيع الباقي. فالولد يشتري خبز ويضيع الباقي ويأتي، صحيح؟ هل الأمر هنا على الوجوب؟ لا، الأمر هنا على تهديد، يهدد ويقول ضيع الباقي. يقول اسمع، اليوم اذهب واشتري الأغراض وتأخر. والمدرس يقول للطالب غدا تأخر ولا تأتي. ها، يدل على ايش؟ تهديد، مفهوم؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هل هذه الآية فيها أمر بالكفر نسأل العافية والسلامة؟ لا، أكمل الآية إنا اعتدنا. فهمت يا أخي؟ إذن هذا الأمر هنا ليس للوجوب، هذا للتهديد. قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا ليس للوجوب، هذا للتهديد. وقد يأتي الأمر للتخيير، اختار الذي تحب. قال انكح هند او اختها، اختار، هذا ليس عن وجوب، مفهوم التخيير بين هذا وهذا. ويأتي للإرشاد، يأتي للإرشاد يعني نصح. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوصية وختم عليها بخاتم النبوة، يعني أصلية لم تغير ولم تبدل. قال فليقرأ، الأمر هنا للإرشاد، مفهوم؟ طيب، وقد يأتي الأمر جوابا لما يتوهم أنه محرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم العيد، رنحط، رمي، نحر، حلق، طواف، الترتيب سنة. قال يا رسول الله، فعندما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من قدم وأخر هذه الأشياء الأربعة كان يقول افعل ولا حرج. افعل هنا أمر لكن ليس على الوجوب، هذا جوابا لما يتوهم أنه محرم. يدخل إنسان الآن قال أصلي، تقول صلي وجوبا؟ لا، لأنه هو يظن أن هذا الوقت وقت نهي. مثلا أنا لا أتكلم عن وقت نهي هل هو الآن أم لا، أنا أتكلم عن المثال فقط. طيب، أي نعم، فيجيك إنسان صلى المغرب وجلس في المسجد وسأل الشيخ قال ممكن أصلي الآن هكذا لله؟ فهذا يقول له ايش؟ صلي وجوبا؟ لا، فهم، قال سبحان الله، اول مره اسمع ان الصلاه بين المغرب والعشاء النافله واجبه. قال لا، انت تظن ان هذا الوقت وقت ناهي عن الصلاه فيه، فانا قلت لك صلي، هذا دليل على الجواز، مفهوم؟ طيب، إذا ورد النهي، جاءنا نهي، مفهوم؟ ثم أردنا أن نزيل هذا النهي، النهي قوي، مفهوم؟ فحتى تزيل النهي لابد تأتي بشيء قوي وهو الأمر. فإذا جاء الأمر وكان هذا الأمر مسبوق بنهي، وظيفة الأمر هنا فقط إزالة النهي، أزلنا النهي الآن، هذا نهي،